حياكم الله من جديد في يهرى. مبادرة مميزة، لفتة جميلة، عمل عليها مسؤولي جمعية الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، هي مبادرة كتابك البابك. ما هي وإلى ماذا تهدف؟ نتحدث فيها مع ضيفنا في من استوديوهاتنا في الشرقية الأستاذ فيصل العيد، مدير مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد. حياك الله معنا أستاذ فيصل. أستاذ فيصل تسمعني؟ نعم. حياك الله أستاذ فيصل. حدث نعم أسمعك. حياك الله أستاذ فيصل، حدثني عن هذه المبادرة وش الهدف منها؟ أولا السلام عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. أسعد الله مساك وأخوي جمال الله حيك. جميع المستمعين والمستمعات. مبادرة كتابك البابك هي أحد المبادرات اللي تقدمها أو قدمها مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية. وهذه المبادرة حقيقة تكمن في إيصال الكتب للكفيفين والكفيفات إلى منازلهم، وعدم يعني تعريض الطلبة والطالبات لمخاطر عدوى فيروس كورونا. هل هي محددة لفئة معينة ولا هي شاملة بتقريبا كل الشرائح؟ والله هي شاملة التعليم العام طبعا، من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. أي. لا أنا كنت أقصد بالشرائح، هل هي محددة مثلا لذوي الإعاقة البصرية ولا لا؟ نعم. تشمل حتى الأصحاء؟ نعم أحسنت. إحنا مركز رؤية من الاسم هو مختص بالإعاقة البصرية، نعم، للكفيفين والكفيفات. كم عدد المستفيدين تقريبا من هالمبادرة؟ والله بحمد الله يعني الكفيفين ما هي أعدادهم كبيرة، وهذا نعمة من رب العالمين. يعني تقريبا هم 70 من الطلاب و 30 من الطالبات، بإجمالي 100 مستفيد من هذه المبادرة على مستوى المنطقة الشرقية. نعم. عملت على هذه المبادرة من فترة، يعني كم لها المبادرة من انطلقت؟ والله انطلقت المبادرة من بعد صدور يعني التعليم عن بعد، قرار التعليم عن بعد، بدأ المركز يفكر في يعني تقديم خدمة للكفيفين، فكان هذا المقترح من أعضاء مركز نادي رؤية، مركز رؤية آسف، فعملنا حقيقة على عمل فريق يكون من 4 لجان، كل لجنة لها مهام معينة. إلى الحمد لله بدينا تقريبا أسبوع لنا من تقديم هذه المبادرة. لما نقول كتابك البابك نتكلم عن كتابك البابك، يروح اليوم مجموعة من المتطوعين، يروح مجموعة من العاملين في المؤسسة يوصلون الكتب هذه أو يتم إرسالها، يعني احكي لي شوية عن الآلية. الآلية كالتالي، هي عملية تنسيق من لجنة التنسيق في المركز، وهي أحد اللجان التابعة العاملة في المبادرة. نعمل عملية تنسيق مع إدارات المدارس التي فيها عوق بصري، رفع الأسماء، توزيع الأسماء على السائقين. السائقين تبدأ عملية الاتصال بولي الأمر بتحديد اليوم والوقت المناسب لإيصال هذه الكتب في الوقت المناسب. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل العيد، مدير مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد. الحقيقة اللافت دائما في مثل هذه المواقف، يعني في مثل هذه التحديات، خصوصا في مثل هذه السابقة اللي نعيشها اليوم مع ظروف الجائحة وأساليب وطرق وآليات كثير من مناحي حياتنا، وجزء مهم منها التعليم. اليوم احنا نشوف كثير من المبادرات
اللي هدفها الأساسي التسهيل على الأسر والعوائل. كثير مبادرات أطلقتها جهات عدة اليوم مع وزارة التعليم لجعل العملية التعليمية تمر بسلاسة أكثر مما يتوقعه الآخرين. فاصل ونعود للحديث عن المبتكرة مايا، ابقوا معنا.